السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي الأعزاء، اليوم جيتكم هذا أبارتومو للبيع، كتواجد مجمع مستقبل طنجة طريق الرباط، قريبا أسواق السلام، قريبا مجمع الحسن. خليكم معايا في الفيديو باش غادي نصوروها، نعطيكم المعلومات كلشي بالتفاصيل. هذا أبارتومو كتواجد الطبق الأرضي الطبق السفلي، المساحة ديالها 69 متر، محافظة تترية، بارتمان مشمشة مهوية، مولاها عاودة كاملة بالصباغة الياقوتة، عاود لها كل شيء. المهم بارتمان مزيونة كما كتشوفوا معايا في الفيديو، 69 متر الطبق الأرضي، فيها جوج دبيوت، صالة، حمام، كوزينة، وعنده واحد باتيو كبير. هنا الدخلة الرئيسية، تما كاين الكوزينة عند الخرجة ديالها من الباتيو، هنا كاين الحمام، هنا كاين جوج ديال البيوت، وهنا كاين وسط الدار الصالون. بسم الله على بركة الله، غادي نبداو هاد جوج ديال البيوت. هذا البيت الاول بالبلاكار ديالو، هادي الثمن ديال اخوتي 55 مليون، مساحة 69 متر، بلاكار تما ديال الحوايج. بغيتي تستثمر فيها تعمل مشروع ديال الكراديت، كرا واحد 2000 درهم طاير. بارطمان مشمشة مهوية، البيت الأول. هذا البيت الثاني عنده إطلالة ديالو باتيو. خليكم معايا تبعوا الفيديو أخوتي تا لاخر، الله يجازيكم بخير باش كديو معلومة صحيحة. 69 متر، جوج دبيوت، صالة، حمام، كوزينة، باتيو، أبارتمون كتواجد مجمع مستقبل طنجة. هنا كاين باتيو كبير متسع، إلا بغيتي تسقفو تذبح شي حويجة العيد. هاديك مستالاسيون ديال لافادورا، هنا كاين الكوزينة، تمن 55 مليون، فيها واحد البركة قليلة ديال المفاهمة. كان شي واحد عنده الغرض مرحبا خوتي، أنا غادي نصوركم كلشي بالتدقيق والتفاصيل، خليكم معايا. هنا كاين الحمام، لاطو دوتشا ديالو، هنا كاين واحد لابابو بمرايا ديالو. مجمع مستقبل اخوتي بالضبط قريب من اسواق السلام ديال طريق الرباط، هذا كيتواجد طريق الرباط هذا المجمع اخوتي، اقامة مستقبل قريب محطة طرقية ديال سيدي ادريس، وقريب رياض السلام، وقريب مجمع الحسن، قريبا بحار ديال الاشاقر بالسياره، غير واحد 6 دقائق انت في بحار الاشاقر. شوف هنا كاينه اللورنيه، كوزينه بالمرمو ديالها، اللابابو ديالها، بلاكاريس من تحت، من فوق كيجي بلاكار ما اتجاه فوقه، ستالاسيون ديال السخان، داي السخون والبارد. هنا كاينه باتيو، هلا خوتي الاعزاء، اذا كان شي واحد عنده الغرض مرحبا. تما ستالاسيون ديال لابادورا، هاد البيت عنده إطلالة باتيو، يعني بيت كوزينة إطلالة لهاد باتيو هذا، كما كتشوفو هو دايز الحديد خصو غير يتغلف بباش. خليكم معايا باش نزيدكم مزيد من التوضيحات أخوتي. هادو موين ستونديك، ماشي سكن اقتصادي، العمارة محروسة بالكاميرات والسانديك ديالها، وكاين باركي في وسط المجمع، كاين واحد باركي كبير فين تباركي السيارة ديالك، السيارة ديالك مأمنة تا بغيتي مثلا تسافر ولا شي حاجة. هادي هي الفصالة ديال البارتمان خوتي، 69 متر، بجوج دبيوت، صالة، حمام، كوزينة، بالبالكون ديالها، بالباتيو ديالها. بارتمان غزالة تبارك الله، تواجد الطبق الأرضي الطبق السفلي. إذا كان شي واحد الله يجازيكم بخير اللي يكون شاري اتصل بيه. إيه. هنا كاين واحد المقطع خاوي بغيتي تعمل شي ماريو صغير تما، شي بترينا مزيونها. المهم جات الطبق الارضي، شوف بالمكانة الضوء الماء والضوء ديالها، كيما كتشوفو بارطمان مشمشة ومهاوية، ما كاين لا برودة لا غمولية لا تا حاجة. هادي اخوتي العزاز، يعني السوارز كيجيونا من مكان بعيد، إذا كان شي واحد بصح غيشري اتصل بيه. اللي كيتسارى وغير كيشوفوا هادي من احسن اخوتي، انا عندي شغل بزاف خصني نجي على حاجه صحيحه الله يجازيكم بخير، فهمت؟
شوف شوف العمارة محترمة حياة الهدوء هكا تي هاد الدخلة الرئيسية، تما كاينة الكوزينة باتيو ديالها، تما كاينة الحمام، تما كاين جوج بيوت هنا الصاب راسها 69 متر، يعني معروفة المساحة، الثمن 55 مليون فيها بركة المفاهمة. خليكم الرقم الهاتف في الواتساب اللي عجبتو هاد البارتما، خلي لي رسالة صوتية ولا يتواصل معايا مباشرة، اللي كيجبر الخاتم شغل ما جاوبتوشي خلي لي رسالة صوتية عبر الواتساب. هادشي ما كاين اخوتي، ولا بغيتي تستثمر فيها هادي واحد 2000 درهم في الشهر، تسكريها الطايرة، الطايرة 2000 درهم في الشهر. ما نطولش عليكم فيديو اخوتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هانا جوج البيوت، الحمام، هاد البيت والصالون عندهم اطلالة الشارع، يعني وسط المجمع. وهنا كيما كتشوفوا فيها جوج ديال البيوت، كاين بيت كبير وهذا بيت موين ديال الاطفال. انا بارت مغزالة تبارك الله مهاوية مرتاح، والسلام عليكم.